هذا وشهدت العلاقات البحرينية الأردنية تطورا ملحوظا على مر عقود من الزمن، تميزت فيها هذه العلاقات بالتوافقات السياسية والتطابق في الرؤى ووحدة الهدف والمصير. وشهد العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وأخيه جلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، تجلت في إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية لتعزيز التعاون على الأصعدة كافة. علاقة أصيلة أرساها الآباء بين بلدين شقيقين شهدت عليها الكثير من المواقف والتحديات التي واجهها البلدان مجتمعين على يد واحدة من منطلق الأخوة والمصير الواحد المشترك. علاقة بين أشقاء وبلدين شقيقين ارتبطت بمختلف مجالات التعاون الثنائي والإقليمي والدولي، لكنها كانت وسوف تبقى أنموذجا للعلاقات الأخوية الوطيدة. وشهد العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وأخيه جلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة دفعة في العلاقات بين البلدين، تجلت في الزيارات المتبادلة بين قائدي البلدين واللقاءات المشتركة بينهما وما نجم عن هذه اللقاءات من اتفاقيات وتوافقات حرصت على تحقيقها حكومة البلدين. وتعزيزا للتعاون الثنائي شكلت اللجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في عام 2000، وهي شاهدة على توافق الرؤى بين البلدين مسبقا وانطلاقهما معا في القرن 21. هذه اللجنة تمثل دفعة لتعزيز التعاون والترابط الأخوي بين البلدين لأهمية الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها وما تمثله من دور في تعزيز استجابة التعاون الثنائي بين البلدين للمستجدات والتطلعات المشتركة. رؤية عاهلي البلدين الشقيقين المشتركة أوضحتها المواقف السياسية المتزنة للبلدين بشكل مشترك ودعم مملكة البحرين لكل ما فيه مصلحة الأردن ودعم الأردن لكل ما فيه مصلحة البحرين العليا وأمن البلدين الوطني، كما أن الجاهزية للقوات المسلحة في البلدين والتمارين المشتركة تؤكد أيضا عمق التعاون والتوافق بين البلدين في كل ما يمسهما من تهديدات تتطلب التعاون والتنسيق الأمني المشترك.